سيف نبيل ضرب حبيبته السرية، ردت فعلها لا تصدق وصدمتنا. تفاصيل حصرية نكشفها لكم. Let's go. أهلا وسهلا أصدقائي متابعين أناقة أنسة، حابين تتابعوا قصة جديدة من قصص المشاهير؟ اليوم اخترت لكم قصة فريدة، قصة خطيبة سيف نبيل، كيف تصرفت معه وبالأخير صادمة رجعوا لبعض. تابعوا معنا. أثار قبل فترة خبر تعرض حبيبة سيف نبيل للضرب من قبله بعد شجار كبير نشب بينهما بسبب الغيرة، وتم إلقاء القبض عليه في الإمارات. فما الذي حصل بالتحديد؟ علمنا أن هذا الأمر حصل فعليا، وحبيبة سيف نبيل هي شابة لبنانية تدعي أنها من عائلة ثرية جدا، رفعت دعوى قضائية ضد سيف إثر اعتدائه عليها. وبالفعل تم القبض على سيف، ولكن الأمور تم حلها فورا بعد أن تنازلت حبيبته عن الدعوى بشرط أن يدفع غرامة مالية عالية جدا. ولكن الصادم بالأمر أنه بعد أن دفع سيف هذا المبلغ عادت حبيبته إليه مجددا، وهما يتواجدان سويا في المناسبات الخاصة وكأن شيئا لم يحصل. مصادر مقربة من سيف أكدت لنا أنه مغروم بهذه الفتاة، وما حصل إشكال وقع بينهما، وخلال ذلك دفعها فوقعت وجرحت. وأكد المصدر إنها بالغت بردة فعلها من أجل ابتزازه والحصول على المال منه. شو رأيكم؟ منطقي هذا التصرف؟ أو إنه الحب أعمى؟ يرجعوا لبعض بعد هذه المشاكل والشوشرة على السوشيال ميديا وقدام الشرطة؟ شو رأيكم أصدقائي؟ كانت هيدي اليوم خبريتنا من قصص المشاهير، بتشكر متابعتكم؟ فضلاً وليس أمراً، إذا أعجبتكم المواضيع في هذه القناة الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تكبر عيلة أناقة أنثى بمحبتكم. نلتقي الأسبوع القادم مع قصة مشاهير جديدة.